المرأة خلال السنين الأخيرة كان ليها نصيب كبير من برامج الحماية والقوانين اللي بتدعم حقوقها ومكتسباتها السياسية والاجتماعية والقانونية كمان، وعندنا قائمة طويلة من برامج الحماية هنتابع جزء منها في هذا التقرير. عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على ترجمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في تمكين المرأة والانتصار لها والحد من العنف الموجه ضدها، وذلك بما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان والمرأة على الأخص وضمان حقها في حياة كريمة وإعلاء كرامتها وترسيخ مبدأ المساواة. وجاء قرار الحكومة الأخير إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف والتي تتبع مجلس الوزراء لتنضم لقائمة جهود الدولة في القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة. وتعمل الوحدة على تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة وبما يضمن حماية حقوق المرأة والحفاظ عليها، بالإضافة إلى توفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق وتوفير كافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة. وتشمل حزمة إجراءات الدولة لحماية المرأة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي اعتمدها رئيس الجمهورية في عام 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية، كذلك الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر. وإضافة إلى ذلك، تم تأسيس اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مايو عام 2019، ونجحت حملات التوعية التي نفذتها اللجنة في كافة محافظات الجمهورية في الوصول إلى أكثر من 76 مليون اتصال توعوي خلال سنتين. تضم القائمة أيضاً افتتاح النيابة العامة لمكاتب رقمية لخدمات نيابات الأسرة، بالإضافة إلى وحدات مكافحة التحرش بالجامعات ووحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية.